سلام حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم اتحوسوا معايا هذا المحل هذا بازار نجمه الاغواط اللي في المقطع الظهراوي. راح ذا سوسوا يجي قبل حذاه واحد يبيع حنوت يبيع خمارات، ومن بعد يجي هذا المحل. وش راه فيه؟ فيه البيجامات، فيه ثاني حوايج، روحوا وشوفوا وش عندهم. وثاني نديكم تحوسوا معايا في بازار ابو اسحاق. هذاك البازار بطت برك جهة لماعين، درت جولة خفيفة. كملوا الفيديو وتشوفوا كاينين هاد البيجامات، كاينين تاع ثاني كل واحدة وسومتها. كما هذونا اللي تريكوها طويل 185، كما هاد البيجاما، واللي تريكوها قاصف 150، ولي غران تاي ثاني بيجامات غران تاي درك تشوف فيهم في الفيديو 220. هنايا هذا البيجاما نتاع السانتا راه دير 200,000، فيها الغوز وفيها النوار. وكيما هذا البيجامات هذوني راهم تحت، هذوني يديروا ب 100,000. هذاني فيهم العينين، وهذيك اللي قريلي منها يديروا 100,000. وهذان غون تاي يوصلوا حتى 5XL. شوفوا روعة روعة هاد البيجامات. هذان يديروا 220، فيهم كاع لي تاي، فيهم من XL حتى 5XL. شوفوا واش راه فيهم، فيهم لي موتيف، فيهم لي كولور كيما راكم تشوفوا. وهذه هي اللي قلت لكم عليها غون تاي 220، هذه والغوز اللي حداها كاع ب 220. وهذه تدير 190، هذه اللي فيها الرسومات تدير ب 190 مع هذه الغوز، والغوز الاخرى ب 190. شوفوا كتانها روعة روعة هذه. وهذون اللي الفوق قاع 160، كتانهم راهم بيزو بيزو. هذون هذون تاع البيستي والشورت، هذون في الساتان يديروا 140، فيهم لي طاي وفيهم لي كولور. شوفوا فيها نوار، فيها الفير، وفيها البلون، فيها لي كولور ثاني الغوج. وهذا التريكوات تاع الكل غولي كيما راكم تشوفوا، ثاني مقطنين روعة روعة يدفوا. هذون يديروا 80,000 الواحد، زوج ب 150. لي بونتي يديروا 45. المهم هذا هو الحانوت الاول، ودركا تشوفوا الحانوت الزوج تاع بازار ابو اسحاق. ديتكم الحانوت اللي تحت داير فيه لماعين، هنا ما ننساش قدامنا نخرج من هذا الحانوت. شوفوا هذا هنا يكيمينو يديروا 100,000 تاع الساتا، فيهم لي كولور. وكاين هذا تاع القذيفه، شوفوا تاع الدا، هذا يدير 160 وحده. إذا ديتوه بيستي وشورت يدير 320. شوفوا فيهم لي كولور، فيهم الغوز، فيهم نواغ، فيهم الفيغ. وثاني قلت لكم 3 بياس 320، ها هي وينها البيستي والشورت.
شوفوا كيما هذا الروبا دير 190 فيها الجري وفيها البلو. كاين هذا الباب ثاني بلي طاي يديرو 175، هاي فيها الفيغ فيها النوار وفيها الكرونا. هذا هو الحانوت الاول. هنا دخلت البازار ابو اسحاق، هبطت تحت ودرت لكم جولة خفيفة في الحانوت تاع الماعين. المهم ما تنساوش ديروا لي جيم وديروا لي اشتراك لي مش مشترك في القناة، ونستنى تعليقاتكم. السلام.
بالمناسبة.